تفسير المصحف الكريم مع المرحوم الشيخ العلامة المكي الناصري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني من رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته، فما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، ألا إن ثمودا كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وامرأته قائمة فضحكت
فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخ إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة نواوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك
فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فلما جاء جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأخير من الحزب 23، وبعدما تناولت الآيات الكريمة في الربع الماضي قصة هود عليه السلام مع قومه عاد، وبينت ما بذله من جهد بالغ ونصح مستمر في سبيل هدايتهم إلى الإيمان بالله وحضهم على التوبة إلى الله وتعريفهم بما يستتبعه الإيمان والتقوى من الحياة الطيبة والمنعة والقوة، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم، وتعريفهم بما يؤدي إليه الإصرار على الكفر والضلال من تعذيب وإبادة واستئصال واستخلاف للغير واستبدال، فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا. بعد ذلك كله انتقل كتاب الله إلى الحديث عن قصة صالح مع قومه ثمود، فنجد الدعوة التي يوجهها إليهم هي دعوة من سبقه من الأنبياء والمرسلين، وخلاصتها الأمر بعبادة الله دون سواه والتعريف بأنه لا إله في الحقيقة إلا الله، فهذا هو مفتاح الدعوة ومدخلها الوحيد إلى تحرير الإنسان من كل عبودية لأخيه الإنسان، سواء كانت تلك العبودية عبودية جسمية للطغاة المتجبرين أو عبودية وهمية للدجاجلة المشعوذين. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم بين صالح لقومه ثمود أن الله تعالى هو وحده الذي يستحق أن يرجى ويخاف وأن يطاع أمره ويجتنب نهيه، فهو الذي بيده الإعطاء والمنع وعلى يده الضر والنفع، وهو مصدر كل النعم التي يتمتع بها الإنسان بدءا واستمرارا. وما دام الإنسان مدينا بوجوده أولا وبرزقه ثانيا للحق سبحانه وتعالى، فالمنطق السليم يقضي على الإنسان بأن يتوجه إليه ويعتمد عليه، وما دامت أقرب وسيلة للتحلي بالفضائل هي التخلي عن الرذائل، فما على الإنسان
إلا أن يستغفر الله ويقبل عليه فيجده أقرب إليه من نفسه التي بين جنبيه. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، واستعمركم فيها أي خلقكم لعمارتها وجعل لكم فيها معايش، فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب، إن ربي قريب مجيب. وقوله تعالى هنا إن ربي قريب مجيب على غرار قوله تعالى في آية أخرى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فما كان من قوم صالح إلا أن أجابوا نبيهم بنفس الجواب التقليدي الذي اعتاد خصوم الرسالات أن يجيبوا بمثله كافة الأنبياء والرسل، وهذا الجواب يكون عادة عبارة عن مزيج من التكذيب والتجريح والاستهزاء. ومهما اختلفت ألفاظه فإن المعنى الذي يعبر عنه واحد في نهاية الأمر. ويتضمن جواب ثمود لنبيهم صالح خيبة أملهم فيه وسوء ظنهم بسلامة عقله وشكهم البالغ في كل ما دعاهم إليه واستنكارهم التام لتهجمه على معبوداتهم ومقدساتهم المتوارثة. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. لكن يقبل على الإيمان بصالح المستضعفون من قومه، بينما المترفون وكبار القوم يواصلون حياتهم على الشرك والوثنية. ولما تخوفوا من استفحال دعوته وغلبتها أخذوا يتحدون صالح ويطالبونه مرة بعد أخرى بآية محسوسة تراها العين، ظنا منهم أنه يعجز عنها، وذلك بحجة أنهم يريدون معجزة دالة على صدق رسالته. فكانت تلك الآية التي طلبوها هي ناقة الله وسقياها، ويظهر أن هذه الناقة لم تكن مما اعتاده القوم لا شكلا ولا حجما، فأمرهم صالح بتركها تأكل في أرض الله وبأن يكون لها وحدها شرب يوم معلوم كما يكون لمواشيهم شرب اليوم الذي يليه، بحيث أصبحت ناقة الله تقاسم مواشيهم مياه الشرب مناصفة يوم لها ويوم لهم. غير أن كبار القوم وأصحاب المصالح لم يصبروا طويلا على امتثال أمر صالح، ولعلهم وجدوا في هذا الأمر حدا لاحتكارهم وقيدا لاستغلالهم واستثمارهم، ولعل ألبان ناقة الله الكثيرة أصبحت عونا لصالح على الدعوة إلى الله وغذاء للفقراء المستضعفين الذين آمنوا بالله. فلم يسع كبار قوم صالح وكفارهم إلا أن يتآمروا على قتل ناقة الله ويحرضوا على قتلها تحديا من جديد لصالح الذي انتشرت دعوته إلى الله. وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. وحدد لهم صالح 3 أيام بعد عقرهم للناقة أجلا للتوبة إلى الله، عسى أن يتفادوا عن طريق التوبة عقاب الله.
لكنهم لم يزدادوا إلا عتوا واستكبارا وعنادا وإصرارا. وإذا نزل القدر عمي البصر، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى هنا: ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال: تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها. ألا إن ثمودا كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. وانتقل كتاب الله من الحديث عن قصة صالح وما انتهت به من عذاب الله لكفار ثمود إلى قصة لوط مع قومه. ولهذه القصة علاقة بإبراهيم الخليل عليه السلام، إذ كان بينه وبين لوط قرابة روح، هي قرابة النبوة وقرابة نسب. فقد أرسل الله ملائكته إلى لوط عليه السلام ليخبروه بأن موعد هلاك المفسدين الضالين من قومه قد أصبح على الأبواب. وفي طريقهم إلى لوط عرجوا على إبراهيم الخليل واستضافوه فأحسن ضيافتهم، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، والحنيذ هو المشوي على الحجارة المحماة. وهنالك بشروا امرأته بولادة إسحاق ويعقوب رغما عن فواتها سن الحمل وعن شيخوخة زوجها إبراهيم. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت: يا ويلتا أألد وأنا عجوز، أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ ودار الحديث بينهم حول قوم لوط وما ينتظرهم من عذاب الله. إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولما وصل أولئك الملائكة إلى مقر لوط ونزلوا عنده أقبل عليه الفسقة المفسدون إلى مقر لوط، أقبلوا عليه يريدون اغتصاب ضيوفه من الملائكة. فجدد عليهم لوط أمر الله بالتوبة إليه من جريمة الشذوذ الجنسي، ودعاهم إلى الاكتفاء بما أحل الله من العلاقات الزوجية المشروعة. وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال: يا قوم هؤلاء بناتي، أي بنات قومي، هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ لكنهم أصروا على انحرافهم كل الإصرار. قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، وإنك لتعلم ما نريد، وإنك لتعلم ما نريد. فأخذهم الله أخذا وبيلا جزاء قلبهم للأوضاع وما ارتكبوا بفاحشتهم من سوء الابتداع. وتلقى لوط من الملائكة الرسالة التي جاءوه بها من عند الله. قالوا: يا لوط إنا رسل ربك
يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك، فاسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد. لكنهم استثنوا من أهله امرأة لوط نفسها، كما استثنى الله من قبل من أهل نوح ابنه وامرأته معا فكانا من المغرقين. إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم، إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك. وبعدما أسدي الستار على قوم لوط جزاء ما فعلوه من الفواحش والأوزار، عقب كتاب الله على ذلك بما يفيد أن كل من عمل عملهم وسلك مسلكهم من الفسقة الظالمين سيكون مهددا بعذاب الله، وسيف العقاب مسلط على رأسه دائما إن لم يكن على الصورة التي عوقب بها قوم لوط على صورة أخرى لا يعلمها إلا الله. فللعذاب ألوان شتى كما أن للزهر ألوان شتى. فقال تعالى وما هي من الظالمين ببعيد، أي نقمة الله من الظالمين ببعيد.